بقوة القانون، بدأ الطيران القطري وشركات الطيران العالمية شق مسارات جوية جديدة من وإلى قطر عبر المياه الدولية في الخليج العربي وبحر العربي وخليج عمان. القرارات التي اتخذت ضد إرادة دول الحصار جاءت عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو الأسبوع الماضي. لا شك أن طبعا هذه الخطوة تعتبر نجاح لدولة قطر بسبب ذهابها إلى المنظمة الدولية واعتراف المنظمة الدولية بأهمية امتثال جميع الأطراف إلى اتفاقية شيكاغو المنظمة للطيران المدني. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن أغلب المسارات التي طلبتها دولة قطر من منظمة الإيكاو تم تشغيلها في الوقت الذي تدرس فيه الهيئة طلب فتح مسارات أخرى عبر المياه الدولية. احنا الآن قاعدين ندرس خطوط جديدة لإضافة إلى الخطوط أو المسارات الموجودة حاليا بحيث توفير الأمن والسلامة الجوية لجميع الطائرات. وإلى حين ذلك فإن المسارات التي تم اعتمادها ستعطي المزيد من الراحة والمزيد من تحقيق الأمن والسلامة الجوية للطائرات المستخدمة لها بحسب ما يؤكد الخبراء. ورغم أن قطر أمنت منذ بدء الحصار مسارات بديلة لطيرانها والطيران الدولي القادم إليها أو المغادر منها، فإنها باشرت العمل دون تأخير لاستعادة حقوقها بالطرق القانونية، وهو ما بدأ يعطي ثماره على مختلف الأصعدة. فليست قرارات الإيكاو التي اتخذت أو التي يتوقع اتخاذها إلا بداية لسلسلة قرارات ستتخذها هيئات دولية أخرى استقبلت شكاوى قطر ضد الحصار الجائر وآثاره الاقتصادية والإنسانية.